أفضل 10 هواتف لسنة 2019. مرحبا بكم شباب، معكم من جديد صديقكم مولا أمين من قناة أمين، واليوم سوف نتعرف على أفضل 10 هواتف لسنة 2019، يعني سيكون مجموع من سنة 2018. للأسف لا يمكن وضع كل هواتف ضمن هذه العشرة، لذا سيكون الترتيب حسب منظوري الشخصي في الهواتف الذكية. نبدأ مع الهاتف في المرتبة العشرة الذي هو أوبو فايند إكس. هذا الهاتف يأتي بشاشة 6.42 إنش FHD Plus بكثافة بكسلات 403 PPI مع معالج كوالكوم سنيب دراجون 845 بتردد 2.8 جيجا هرتز، مع رام 8 جيجا بايت، مساحة تخزين داخلية 128 أو 256 جيجا، وزن الهاتف 186 غرام بسمك 9.4 ملمتر، كاميرا أساسية 20 ميجا بكسل بفتحة الساعة F1.0، نظام تشغيل أندرويد أوريو 8، بطارية 3400 ملي أمبير، وحقق على الأنتوتو ما يقارب 286,000 نقطة. سعر بيع الهاتف يبدأ من 900 دولار أمريكي. في المرتبة التاسعة نجد هاتف نوبيا ريد ماجيك مارس. هذا الهاتف يأتي بشاشة 6 إنش FHD Plus كثافة بكسلات 402 PPI، معالج كوالكوم سنيب دراجون 845 بتردد 2.8 جيجاهرتز، رام 6 أو 8 أو 10 جيجا بايت، مساحة تخزين داخلية 4628 أو 256 جيجا بايت، وزن الهاتف هو 193 غرام، سمك 9.9 ملمتر، كاميرا أساسية 16 ميجا بيكسل بفتحة الساعة 1.8، نظام تشغيل أندرويد ألفا طيرة 9.0 وبطارية 3800 ملي أمبير، حقق على الأنتوتو ما يقارب 321,000 نقطة. سعر بيع هذا الهاتف يبدأ من 600 دولار أمريكي. في المرتبة الثامنة نجد هاتف شاومي بلاك شارك. هذا الهاتف يأتي بشاشة 6 إنش FHD Plus بكثافة بكسلات 403 PPI، معالج كوالكوم سنيب دراجون 845 بتردد 2.8 جيجاهرتز، رام 6 أو 8 جيجا بايت، مساحة تخزين داخلية 4628 أو 256 جيجا بايت، وزن الهاتف هو 190 غرام، سمك 9.3 ملمتر، كاميرا أساسية 12 ميجا بكسل بفتحة الساعة 1.75 وأندرويد أوريو 8.0، بطارية 4000 ملي أمبير، وحقق الهاتف ما يقارب 295,000 نقطة على منصة الأندرويد. سعر بيع الهاتف يبدأ تقريبا من 500 دولار أمريكي. في المرتبة السابعة نجد الهاتف الرائع وان بلس 6T. هذا الهاتف يأتي بشاشة 6.41 إنش FHD Plus بكثافة بكسلات 403 PPI، معالج من جديد هو كوالكوم سنيب دراجون 845 بتردد 2.8 جيجاهرتز، الرام 6 أو 8 أو 10 جيجابايت، مساحة تخزين داخلية 128 أو 256 جيجابايت، سمك الهاتف هو 8.2 ملمتر ووزنه 185 غرام، الكاميرا الأساسية هي 16 ميجا بكسل بفتحة تتساءل 1.7، أندرويد ألفا طيرة 9.0 وبطارية 3710 ملي أمبير، حقق على منصة الأنتوتو ما يقارب 297,000 نقطة، وسعر بيع الهاتف يبدأ من 600 دولار أمريكي. في المرتبة السادسة نجد هاتف جوجل بيكسل 3X. هذا الهاتف يأتي بشاشة 6.3 إنش QHD Plus بكثافة بكسلات قدرها 522 PPI، معالج كوالكوم سنيب دراجون 845 بتردد 2.8 جيجاهرتز، ورام 4 جيجا بايت، مساحة تخزين داخلية 64 أو 128 جيجا بايت، ووزن الهاتف هو 184 غرام وسمك 7.9 ملمتر. أما عن الكاميرا الأساسية فهي 12.2 ميجا بكسل مع فتحة الساعة 1.8 وأندرويد 9.0 ألفا طيرة وبطارية 3430 ملي أمبير، حقق على الأنتوتو ما يقارب 275,000 نقطة، ويبدأ سعر بيع الهاتف من 950 دولار أمريكي. حقق على الديكس أو مارك 101 نقطة في الكاميرا الخلفية و92 بالنسبة لكاميرا السيلفي، مما يعني أنها واحدة أو أفضل كاميرا سيلفي إلى جانب النوت. في المرتبة الخامسة نجد هاتف آيفون XS Max. هذا الهاتف بشاشة 6.5 إنش FHD Plus كثافة بكسلات قدرها 456 PPI ومعالج Apple A12 بتردد 2 جيجاهرتز ورام 4 جيجا بايت،
مساحة تخزين داخلية 64 أو 512 جيجا بايت. وزن الهاتف هو 208 غرام. سمك 7.9 ملم. كاميرا أساسية 12.8 ميجا بيكسل بفتحة أجزاء 1.8. نظام تشغيل iOS 12 وبطارية 3474 ملي أمبير. حقق على الأنتوتو ما يقارب 354 ألف نقطة، يعني يعطي واحد من أقوى الأداءات في هاته الأفضل 10 هواتف. أما على الكاميرا الخلفية فحققت 105 نقطة للديكس أو مارك و82 نقطة بالنسبة لكاميرا السيلفي. سعر بيع الهاتف يبدأ من $1000 أمريكي. في المرتبة الرابعة نجد هاتف سامسونج جالكسي نوت 9، الهاتف المعروف طبعا والذي يفضل على الجميع بشاشة 6.4 إنش كيو اتش دي بلس، كثافة بكسلات قدرها 514 بي بي اي، ومعالج كوالكوم سناب دراجون 845 أو إكزينوس 9810 مع رام 6 أو 8 جيجا بايت، مساحة تخزين داخلية 128 أو 512 جيجا بايت. وزن الهاتف هو 201 غرام. سمك 8.8 ملم. كاميرا خلفية أو كاميرا أساسية 12.2 ميجا بيكسل بفتحة تتغير بين 1.5 و 2.4. نظام التشغيل هو أندرويد أوريو 8.0 ويحصل على تحديثات الفطيرة 9.0 مع بطارية 4100 ملي أمبير. حقق على الأنتوتو 236 ألف نقطة، وعلى الديكس أو حقق 103 بالنسبة للكاميرا الخلفية و92 كما قلنا واحدة من أفضل أو أفضل كاميرا سيلفي. ويبدأ سعر بيع الهاتف من $850 أمريكي. في المرتبة الثالثة نجد هاتف هواوي هونور في 20، شاشة 6.4 إنش FHD Plus بكثافة بيكسلات قدرها 398 PPI، معالج كيرين 980 بتردد 2.6 GHz، رام 6 جيجا بايت أو 8 جيجا بايت، مساحة تخزين داخلية 128 أو 256 جيجا بايت. بالنسبة لوزن الهاتف هو 108 غرام. سمك 8.1 ملم. كاميرا خلفية 48 ميجا بيكسل بفتحة أجزاء 1.8 مع نظام تشغيل أندرويد الفطيرة 9.6 وبطارية 4000 ملي أمبير. حقق على الديكس أو مارك 109 نقطة، وكاميرا السيلفي 75، يعني لديه واحدة من أقوى الكاميرات الخفية للإطلاق. أما عن تنقيط الأنتوتو فهو 305 ألف نقطة. يبدأ سعر بيع الهاتف من $530 أمريكي. في المرتبة الثانية نجد هاتف شاومي مي ماكس 3، هذا الهاتف يأتي بشاشة 6.4 إنش FHD Plus بكثافة بكسلات قدرها 403 PPI، معالج كوالكوم سناب دراجون 845 بتردد 2.8 جيجا، رام 6 أو 8 جيجا بايت، مساحة تخزين داخلية 128 أو 256 جيجا بايت. وزن الهاتف هو 218 غرام. سمك 8.5 ملم. كاميرا أساسية 12 ميجا بيكسل بفتحة أجزاء 1.8، ونظام تشغيل أندرويد الفطيرة 9.6 بطارية 3200 ملي أمبير. حقق على الأنتوتو ما يقارب 285 ألف نقطة، وحقق على الديكس أو مارك 109 نقطة، يعني أفضل كاميرا خلفية بجانب هواتف هواوي، وكاميرا السيلفي 84 نقطة. أما عن سعر الهاتف فهو يبدأ من $500 أمريكي. بالنسبة لي هذا هو أفضل هاتف اقتصادي في العالم على الإطلاق، وأفضل هاتف يمكن اقتناؤه بسعر رخيص جدا بمواصفات عالية، كاميرات قوية، أداء عالي، وشكل جميل جدا. في المرتبة الأولى لدينا هاتف هواوي ميت 20 برو. الهاتف يأتي بشاشة 6.4 إنش QHD Plus كثافة بكسلات 538 PPI، معالج كيرين 980 بتردد 2.6 GHz، رام 6 أو 8 GB، مساحة تخزين داخلية 128 أو 256 GB، وزن 188 غرام، سمك 8.6 ملم، كاميرا خلفية أساسية 40 ميجا بيكسل بفتحة أجزاء 1.8 مع نظام تشغيل أندرويد الفطيرة 9.0 بطارية 4200 ملي أمبير. حقق على الأنتوتو 313 ألف نقطة. أما على DxO فحقق 109 نقطة بالنسبة للكاميرا الخلفية، يعني أقوى كاميرا خلفية بجانب الـ V20 والـ Mimix 3، و75 نقطة بالنسبة لكاميرا السيلفي. وسعر هذا الهاتف يبدأ تقريبا من $800 أو حتى $900 أمريكي حسب المتاجر. كانت هي أفضل 10 هواتف حسب ترتيب الشخصي. رابط يعني اقتناء الهواتف والمزيد من المعلومات تجدونها أسفل هذا الفيديو. دمتم في رعاية الله، لا تسقط علينا بلايك، اشتراك في القناة، قناة تحفيزي. سلام من الله عليكم.